أهلا بكم يا أصدقائي في فيديوهات تعليم الشطرنج للصغار. الفيديوهات دي من إعدادي أنا دكتور عصام حمودة. الفيديوهات دي لمين؟ كل من بلغ عمره 8 سنين فأكتر يقدر إن هو يتابعها بنفسه ويتعلم منها، أو لو أنت كنت مدرب تقدر تستعين بالفيديوهات دي عشان تعلم الشطرنج للأطفال في المدارس أو في الأندية، أو حتى لو كنت ولي أمر أب أو أم. حتى لو ما تعرفش قواعد اللعبة يمكنك انك تتابع الفيديوهات دي وتنقلها لابنك او بنتك. ايه هو الغرض من الفيديوهات دي؟ تعليم الشطرنج بطريقة علمية للصغار اللغة العربية، وبيبدأ من طريقة تحريك القطع حتى يصل الطفل انه يلعب دور شطرنج بطريقة صحيحة وعلمية. ايه هو البرنامج؟ البرنامج عبارة عن 24 درس للشطرنج، وكل درس بيتكون من مادة تعليمية وبعدين تمارين وبعدين اسئلة واجوبة. ايه هي طريقة العرض؟ في فيديوهات فيها الدرس كامل، ودي تبقى حوالي 30 ل 40 دقيقة، ولو كان المدة دي طويلة لتركيز الأطفال ففي دروس متقسمة إلى فيديوهين أو ثلاثة مدة كل منهم 10 إلى 15 دقيقة. أقدر أتفرج على الفيديوهات دي فين؟ الفيديوهات دي موجودة على اليوتيوب في قناة اسمها قناة الشطرنج العربي. ممكن تخش على جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، أو تخش على لينك القناة مباشرة ومكتوب قصادك. ودلوقتي تعالى نشوف الفيديو. ده الفيديو رقم 1 اللي هو فيه الدرس الأول كاملا. الفيديو ده هنتعرف على رؤية الشطرنج والقطع، وعلى الوضع الابتدائي لقطع الشطرنج، وإزاي بتتحرك وإزاي بتاخد، وبعدين في تمارين وأسئلة وأجوبة. الشطرنج دي لعبة قديمة بدأت في الهند من حوالي 1700 سنة، وكان لها قواعد وأشكال مختلفة عن الشطرنج الحديث، لكن بمرور الزمن اتعدلت القوانين بتاعة اللعبة ووصلنا للشكل الحالي للعبة. الشطرنج دي منافسة عقلية بين اتنين من اللاعبين، بيلعبوا على رقعة أو على لوحة مقسمة إلى 64 مربع، 8 مربعات بالعرض و 8 مربعات بالطول، فيها مربعات فتحة ومربعات غامقة. قد تكون رقعة الشطرنج لها ألوان مختلفة من الألوان الفتحة أو الألوان الغامقة، يعني مثلا في الرقعة اللي قصادنا ده اللون الفاتح وده اللون الغامق، أو مثلا تكون ألوانهم كده هو ده لون فاتح وده لون غامق، أو مثلا كده ده لون فاتح وده لون غامق. إنما على أي حال مربع اللون الفاتح بنقول عليه المربع الأبيض، والمربع اللي باللون الغامق دايما بنقول عليه المربع الاسود. كل لاعب بيقعد في جهة، في لاعب بيقعد من الناحية دهيت، ولاعب بيقعد من الناحية التانية، وكل لاعب بيقعد وبتكون على ايده اليمين دايما المربع الابيض. ديت لوحة الشطرنج ومرصوص عليها قطع الشطرنج، والابيض بياخد 16 وحدة من هذه الوحدات، والأسود بياخد 16 وحدة من هذه الوحدات. أنا بقول وحدات ليه ما بقولش قطع؟ عشان إحنا بنفرق بين القطع الشطرنج وبين بيادئ الشطرنج أو عساكر الشطرنج أو جنود الشطرنج. فكل لاعب له 16 وحدة متقسمة ل 8 عساكر أو 8 بيادئ و 8 قطع، مرصوصة بالشكل اللي هو قصادنا ده هو، وهنعرفه دلوقتي بالتفصيل. البيادق البيضة دايما بتتحرك من تحت لفوق، والبيادق السوداء دايما بتتحرك من فوق لتحت. وفي كل الأشكال اللي احنا هنشوفها هنلاقي دايما الأبيض بيبقى في أسفل الرقعة، والأسود بيبقى في أعلى الرقعة. والموقف اللي قصادنا ده بنسميه الموقف الابتدائي، يعني الموقف اللي بيبدأ فيه الاتنين اللاعبين دور الشطرنج. كل لاعب بيبقى له 8 قطع و 8 بيادئ. هنتعرف عليهم دلوقتي، وهنتعرف ازاي كل القطع والبيادئ بتتحرك. كل لاعب بيبقى له 8 بيادئ في بداية اللعب، وبيكون عنده ملك، ده الملك، وبيكون عنده وزير، وبيكون عنده فيلين، ادي فيل وادي فيل،
وبيكون عنده حصانين، ادي حصان وادي حصان، وبيكون عنده طبيتين او رخين، ادي رخ وادي رخ، وهكذا الاسود. لو قسمنا الرقعة لنصين من هنا بيبقى النص اللي تحت اسمه جانب الابيض، والنص اللي فوق بنسميه جانب الاسود. بينما لو قسمنا اللوحة الى نصين بالطول بيبقى الجانب اليمين ده بنسميه جناح الملك، علشان بيكون فيه الملك الابيض والملك الاسود، والنص التاني بنسميه جناح الوزير عشان بيكون فيه الوزير الاسود والوزير الابيض. اللعب بيبتدي دايما بلعبة للابيض بنسميها نقلة للابيض، وبعد كده الاسود بيلعب، وبعد كده الابيض بيرد عليه، وبعد كده الاسود بيرد عليه، وهكذا الى نهاية الدور. مفيش لاعب يقدر يلعب نقلتين ورا بعضيهم، ومفيش لاعب ممكن ما يلعبش اذا جه الدور عليه. احنا قلنا اللفظ نقلة او لعبة، ومن دلوقتي هنسميها نقلة. يعني ايه نقلة؟ النقلة يعني ان احنا هنحرك وحدة من وحدات اللون بتاعنا من المكان اللي هي فيه لمكان تاني حسب القواعد اللي هنتكلم عليها. فاذا كانت القطعة بتتحرك الى مربع عليه قطعة تانية من اللون المخالف، فهي ممكن تاخدها او زي ما بنسميها ساعات تاكلها، وبتطلع القطعة اللي باللون التاني خارج الرقعة، وبنحط احنا القطعة بتاعتنا على المربع اللي كانت واقفة فيه القطعة التانية. القطعة اللي بتطلع مش ممكن تشترك تاني في اللعب، يعني دايما القطع بتقل وعمرها ابدا ما تزيد. كل قطعة من قطع الشطرنج لها طريقة تتحرك بيها هنتكلم عليها، ولها مكان في بداية اللعب محدد لها ومش ممكن تتحط في مكان غيره، إنما بعد بداية اللعب بتروح في أماكن مختلفة. إزاي نعرف إن الأبيض كسب أو الأسود كسب؟ الأبيض أو الأسود بيكسب لما بيستطيع إن هو يموت الملك الخصم. يعني الأسود بيكسب لما بيقدر يموت الملك الأبيض، والأبيض بيكسب لما يموت الملك الأسود، وحنعرف بعد كده يعني إيه يموته. إذا الاتنين لاعبين ما قدروش إن هم يموتوا الملك الخصم، فبيبقى الدور انتهى بالتعادل. ودلوقتي تعال نشوف القطع ونتعرف عليها. أول قطعة نتعرف عليها هي الرخ، والرخ دي الصور بتاعته وبتظهر كده على الكمبيوتر، رخين أبيض رخين أسود. والرخ ده له أكتر من اسم، في ناس بيسموه الطبية، في ناس بيسموه القلعة، لكن احنا هنقول عليه الرخ. تاني قطعة هنتعرف عليها هي الحصان، والحصان شكله طبعا احنا عارفينه، دي صور له، حصانين أبيض حصانين أسود، وبيظهر كده على الكمبيوتر. تالت قطعة هي الفيل، وكل لاعب بيبقى معاه فيلين، ودي صور للأفيال. طبعا كل شطرنج بيبقى له شكل معين، إنما بصفة عامة بيكون كده شكل الفيل، وبيظهر كده على الكمبيوتر. ودلوقتي نتعرف على الوزير، والوزير قطعة مهمة جدا في الشطرنج، وهو بيبقى ده شكله، دي صورته، وبيظهر كده على الكمبيوتر. القطعة دي اسمها الملك، ودي أهم قطعة في الشطرنج، وبينتهي الدور لما الملك يموت. دي أشكال الملك، صور له طبعا حسب الشطرنج بيبقى له صور كتيرة، ودي رموز الملك اللي بتظهر على الكمبيوتر. آخر حاجة هنتعرف عليها هي البيدق أو العسكري أو الجندي، إنما إحنا هنسميها البيدق، ودي صور له. وكل لاعب بيبقى معاه 8 بيادق، يا إما بيلعب بالأبيض يبقى معاه 8 بيادق أبيض، أو بيلعب بالأسود يبقى معاه 8 بيادق أسود،
وبيظهر كده على الكمبيوتر. ده منظر لقطع الشطرنج، وطبعا كل شطرنج بيبقى له تصميم معين للقطع، دي قطع الاسود ودي قطع الابيض، طبعا جايبين واحدة من كل صنف، انما الابيض بيبقى له ملك واحد ووزير واحد وفيلين وحصانين ورخين وتمن بيادق. ده منظر للشطرنج عامة، دي رقعة الشطرنج اللي هي فيها المربعات الابيض والاسود، ممكن تكون مربعات بني وبني فاتح، ودي قطع الابيض وهي مرصوصة، ودي قطع الاسود وهي مرصوصة في اول اللعب. طيب ازاي الرقعة بتظهر على الكمبيوتر؟ ادي منظر الرقعة وهي على الكمبيوتر، وده هي بتبقى اشكال القطع على الكمبيوتر، ده الملك والوزير والرخ والفيل والحصان والبيدق، طبعا ابيض واسود، وهنا برضو ابيض واسود، وبتبقى رقعة الشطرنج ومرصوص عليها القطع والبيادق شكلها كده على الكمبيوتر. ودلوقتي تعال نشوف القطع بتتحط ازاي في بداية اللعب. اول قطعة هنعرف مكانها في الوضع الابتدائي هي الرخ، ولازم نعرف شكله، وممكن نقول عليه الرخ، وفي ناس بيقولوا عليه القلعة، وفي ناس بيقولوا عليه الطابية، انما احنا هنعتمد في كلامنا هنا على كلمة الرخ. بيتحط في الركن بتاع الرقعة، كل لاعب ابيض عنده رخين، وكل لاعب اسود عنده رخين. الرخ الابيض بيتحط في الركن ده، والرخ التاني بيتحط في الركن التاني، وهكذا الاسود. وبعدين الحصان، كل لاعب ابيض عنده حصانين، وكل لاعب اسود عنده حصانين، بيتحطوا على طول جنب الرخين، يعني قلنا الرخ في الركن والحصان جنبه، والرخ في الركن والحصان جنبه، وهكذا الاسود. وبعدين الفيل، كل لاعب ابيض عنده فيلين، الفيل بيتحط جنب الرخ والحصان، بعد كده فيل، هنا برضو رخ وحصان وبعد كده فيل، وهكذا عند الاسود رخ وحصان وبعد كده فيل. كل لاعب عنده وزير واحد، يعني ادي الوزير الابيض وادي الوزير الاسود، والوزير الابيض والوزير الاسود بيتحطوا في نص الرقعة لكن على مربع من نفس لونهم، يعني الوزير الابيض على مربع ابيض في وسط الرقعة، والوزير الاسود على مربع اسود في وسط الرقعة. وبعدين الملك، لازم نتعرف على شكله، وكل لاعب له ملك واحد، الملك الابيض بيتحط في نص الرقعة على مربع عكس لونه، يعني الملك الابيض بيتحط على مربع اسود، والملك الاسود بيتحط على مربع ابيض في وسط الرقعة. اخر حاجة هنتعرف عليها هي البيادق او العساكر او الجنود، بس احنا هنقول عليها دايما البيادق، وكل لاعب ابيض له 8 بيادق، وكل لاعب اسود له 8 بيادق، بيتحطم قصاد القطع المحطوطة على الصف الاول، والناحية دي برضو البيادق بتحط قصاد القطع اللي بتحط على الصف الاخير. يبقى في النهاية بنوصل للشكل ده اللي بنسميه الشكل الابتدائي للعب، دايما المربع الأبيض على يمين اللاعب، والرخين في أركان الرقعة، وجنبهم الحصان وجنبهم الفيل، وبعدين الملك على مربع عكس لونه في وسط الرقعة، والوزير على مربع من نفس لونه في وسط الرقعة، وقدامهم مرصوص 8 بيادق، وبنفس المنظر هنشوفه من ناحية الأسود. ودلوقتي يلا نشوف وحدات الشطرنج سواء قطع أو بيادق بتحرك إزاي، وهنبدأ بالبيادق في الدرس ده. في الشكلين اللي قدامنا، في الشكل ده بنشوف رقعة الشطرنج وعليها البيادق بس، وهنا بنشوف الموقف الابتدائي اللي هو فيه البيادق والقطع. البيادق دي لها أسماء هنتعرف عليها دلوقتي، وإحنا قبل كده قلنا إن لو قسمنا الرقعة إلى قسمين بالطول، هيبقى الجزء ده بنسميه جناح الملك علشان فيه الملك الأبيض والملك الأسود،
والجزء ده هنسميه جناح الوزير عشان فيه الوزير الأبيض والوزير الأسود. وبالنسبة للقطع بنسمي الرخ اللي في جناح الملك ده بنسميه رخ الملك، وده حصان الملك، وده فيل الملك عشان كلهم في جناح الملك. وبالنسبة للناحية دي هيبقى ده فيل الوزير وحصان الوزير ورخ الوزير عشان في جناح الوزير. وبنفس الطريقة بالنسبة للأسود، رخ الملك، حصان الملك، فيل الملك، فيل الوزير، حصان الوزير، رخ الوزير. وبالتالي كل بيدق قصاد قطعة بياخد اسم القطعة، يعني ده بيدق رخ الملك، وده بيدق حصان الملك، وده بيدق فيل الملك، وده بيدق الملك، وهكذا الناحية التانية، ده بيدق الوزير، وده بيدق فيل الوزير، وده بيدق حصان الوزير، وده بيدق رخ الوزير. البيادق بتتحرك في أول لعبة لها مربع أو مربعين، إنما بعد كده بتتحرك مربع واحد وإلى الأمام فقط، وعمر البيدق ما يرجع لورا. إنما الأخذ بتاع البيدق هنتعلمه وهيكون بطريقة مختلفة. تعال نشوف الشكل اللي جاي. في الشكل ده مش شايفين بيدقين أبيض وبيدقين أسود، عاوزين نعرف البيادق بتتحرك إزاي. أول حاجة لازم نعرفها إن البيادق هي أقل الوحدات قيمة في الشطرنج. البيدق الأبيض ده كان هنا في موقفه الابتدائي، وأول ما اتحرك اتحرك مربعين للأمام، آدي مربع وآدي مربع، بينما البيدق الأسود ده كان في موقفه الابتدائي محطوط في الصف اللي قصاد القطع السوداء، واتحرك مربع واحد للأمام وهو المربع ده، وده حسب الاختيار. وهو في موقفه الابتدائي ممكن يتحرك مربعين للأمام أو يتحرك مربع واحد للأمام، إنما بعد كده هيتحرك على طول مربع واحد للأمام وما يقدرش يتحرك مربعين أبدا. والبيادق بتتحرك دايما للأمام وعمرها ما ترجع للخلف، يعني البيدق الأسود ده هيتحرك على طول للأمام طول الدور وعمره ما يقدر يتحرك للخلف، بيتحرك من فوق لتحت، بينما البيدق الأبيض ده بيتحرك على طول للأمام من تحت لفوق طول الدور وعمره ما يتحرك للخلف. في الشكل ده بنستكمل كلامنا عن حركة البيادق. وطول ما الدور شغال، طول ما القطع بتغير الأماكن بتاعتها حسب النقلات اللي انت بتحب تلعبها، وبنوصل لمواقف مختلفة بتيجي فيها قطع قصاد بعضيها أو بيادق قصاد بعضيها. وهنا هنيجي نقول على حاجة جديدة، وهي إن البيدق ما يقدرش يتحرك لو كان في حاجة قصاده، فالبيدق ما يقدرش يقفز من فوق القطع اللي قدامه. يعني في الموقف اللي قصادنا ده هوت، البيدق الأبيض ده قدامه بيدق أسود، فما يقدرش يتحرك مربع للأمام عشان المربع للأمام ده مشغول ببيدق تاني من لون مختلف. وكمان البيدق ده ما يقدرش يتحرك عشان في قصاده بيدق من نفس اللون بتاعه بيعوقه عن الحركة. وهكذا البيدق ده هوت قدامه بيدق من نفس لونه ما يقدرش يتحرك لمربع للأمام. وفي نفس الوقت رغم ان في وراه مربع فاضي، الا ان البيدق عمره ما يتحرك للخلف، فالبيادق دي كلها ما تقدرش يتحرك. وهكذا البيدق ده قصاده بيدق ما يقدرش يتحرك، والبيدق الاسود قصاده بيدق ابيض ما يقدرش يتحرك، وفي كل الاحوال اللي هي قصادنا. طيب مش احنا قلنا ان البيدق ممكن يتحرك مربعين للامام لما بيكون في مكانه الابتدائي؟ طيب ليه البيدق ده ما يقدرش يجي يتحرك مربعين للامام ويقف في المربع ده؟ وهنا بنوصل لمعلومة جديدة، ان مفيش بيدق يقدر يقفز من فوق البيدق اللي قصاده، فالبيدق ده ما يقدرش يتحرك مربعين للامام عشان في بيدق قصاده، ولذلك البيدق ده ما يقدرش يتحرك، ولا البيدق ده يقدر يتحرك، ولا البيدق ده
ولا أي بدأ موجود في الرقعة. ودلوقتي تعال نتعلم إزاي البيدق بياخد بعد ما تعلمنا إزاي البيدق بيتحرك. وقبل ما نخش في هذا الموضوع عاوزين نعرف إيه معنى خطوط الحمراء اللي أنا عاملها دهية على الرقعة. خطوط الحمراء دهية بتقسم الرقعة إلى 4 أجزاء متساوية، كل جزء بيبقى فيه 4 مربعات في 4 مربعات، وده بنحتاجه لما نيجي نشرح أي مواقف ما نكونش محتاجين الرقعة كلها علشان نشرح فيها، فبنقسم الرقعة ل4 أجزاء كل جزء ملوش دعوة بالجزء اللي جنبه. فإحنا دلوقتي في المربع ده هوت شايفين بيدق أسود موجود في الموقف الابتدائي بتاعه، ممكن لو يحب يتحرك مربع واحد للأمام يتحرك، وممكن لو عاوز يتحرك مربعين للأمام يتحرك. إنما هو لقى حصان جاي جنبه المربع اللي جنبه بالورب، فهنا ممكن البيدق ياخد الحصان، يعني ياكل الحصان، يعني البيدق اللي هو هنا يجي مكان الحصان والحصان يطلع بره الرقعة والبيدق يجي يقف مكانه، ويبقى الموقف بالشكل ده. البيدق كان هنا والحصان كان هنا، البيدق اتحرك من هنا لهنا واخد الحصان اللي كان واقف في المربع ده ويجي يقف مكانه، وبنوصل للموقف ده هو. نفس الوضع بالنسبة للمربع ده اللي بنتكلم فيه، في بيدق أبيض قصاده فيل، فالبيدق ده ما يقدرش يتحرك، إنما جاي جنبه بالورب رخ ومن ناحية تانية جاي حصان، فالبيدق ممكن ياخد الرخ ويجي مكانه أو ممكن ياخد الحصان ويجي مكانه، بس هو في الحالة ده هي اختار إن هو ياخد الرخ ويجي يقف مكانه، وبنوصل للموقف اللي قصادنا ده هوت. البيدق كان هنا والرخ كان هنا، البيدق اتحرك بالجنب عشان لقى قطعة بالورب من ناحيتي فجه مكانها، والرخ ده طلع بره الرقعة والبيدق وقف مكانه. نفس الموضوع بالنسبة للبيدق ده هوت، البيدق ده مش في موقفه الابتدائي، ده اتحرك قصاد الموقف الابتدائي مربع، فأصبح دلوقتي ممكن يتحرك بس مربع واحد للأمام ويجي هنا، لكن هو لقى فيل جاي جنبه بالجنب في المربع الملاصق له، فممكن لو يحب إن هو يجي ياخد الفيل ويقف هو مكانه، وبنوصل للموقف ده هوت. البيدق كان هنا والفيل كان هنا، البيدق اتحرك من هنا لهنا وشال الفيل بره الرقعة وهو جه وقف مكانه، وبقى الموقف الجديد هو الموقف اللي فيه البيدق لوحده. نفس الموضوع بالنسبة للبيدق ده، البيدق الأبيض ده في موقفه الابتدائي ممكن يتحرك مربع واحد للأمام أو ممكن يتحرك مربعين للأمام لو هو عاوز، إنما هو لقى وزير جاي في المربع اللي بالجنب بالناحية دي فحب إن هو ياخده، فبيجي مكانه وبيطلع الوزير بره، وبنوصل للموقف ده. البيدق كان هنا والوزير كان هنا، البيدق اتحرك بالورب وأخد الوزير والوزير طلع بره الرقعة والبيدق جه وقف مكانه. يبقى البيادق بتتحرك للأمام ومتحركش للخلف، وبتاخد بالجنب ومتقدرش تتحرك لو كان فيه أي قطعة في المربع اللي قدامها. ودلوقتي تعال نشوف الشكل اللي قصادنا، وزي ما قلنا قبل كده احنا بنقسم الرقعة ل4 أجزاء عشان نشرح 4 مواقف، وكل موقف ملوش دعوة بالموقف اللي جنبه. في الشكل اللي قصادنا هنا في بدقين أبيض وفي بدقين أسود، البدقين الأسود والأبيض ما يقدرش يتحركوا للأمام علشان في بيادق واقفة قصادهم، لكن في بيادق كمان واقفة بالجنب منهم يبقى ممكن ياخدوها، يعني ممكن البيدق زي ده هو الأبيض ياخد البيدق الأسود ويجي هو ويطلع البيدق الأسود خارج الرقعة. كمان في بيدق أبيض هنا وفي بيدق أسود واقف على الجنب منه، فممكن البيدق الأبيض يتحرك كده
وياخد البيدق الأسود ويقف مكانه، والبيدق الأسود يطلع بره الرقعة. بالنسبة كمان للبيدق السوداء زي ما قلنا ما قدرش يتحرك عشان فيه كل واحد قصاده بيدق، إنما البيدق الأسود ده فيه بيدق أبيض واقف على الجنب منه، فممكن يتحرك وياخد البيدق ويقف هو مكانه والبيدق الأبيض يطلع بره الرقعة. البيدق الأسود ده فيه بيدق أبيض واقف على الجنب، فممكن هو يتحرك كده وياخد البيدق الأبيض وهو يقف مكانه والبيدق الأبيض يطلع بره الرقعة. لو جينا في الموقف اللي قصادنا هنا هو، ففي بيدق أبيض واقف في الموقف الابتدائي بتاعه ومفيش حاجة قصاده، فعنده الحرية إن هو إما يتحرك مربع واحد للأمام أو يتحرك مربعين للأمام. طيب، وكمان في بيدق أسود واقف على جنب منه، فممكن يتحرك كده وياخد البيدق ويقف مكان البيدق الأسود والبيدق الأسود يطلع بره الرقعة. كمان لو يحب في بيدق أسود تاني واقف على الجنب منه، فممكن يتحرك كده وياخد البيدق الأسود ويقف هو مكانه والبيدق الأسود يخرج خارج الرقعة. لو جينا للموقف ده هنلاقي بيدق أسود واقف في الموقف الابتدائي بتاعه، فممكن يتحرك لو هو عاوز مربع واحد للأمام أو ممكن يتحرك مربعين للأمام ويقف في المربع الأسود ده. وكمان في بيدق أبيض واقف على الجنب منه، فممكن إن هو يتحرك وياخد البيدق ده ويقف هو مكانه والبيدق الأبيض يطلع بره الرقعة. يعني البيدق الأسود ده له تلات حركات. بالنسبة للموقف اللي قصادنا ده هو، عندنا بيدقين أبيض واقفين في الموقف الابتدائي بتاعهم. البيدق الأبيض ده واقف في الموقف الابتدائي يبقى ممكن يتحرك مربع للأمام أو مربعين، فممكن يتحرك مربع للأمام. طيب، لو يحب يتحرك مربعين هيجي يقف هيلاقي البيدق الأسود ده هو واقف في المكان ده فما يقدرش يتحرك. إذن هو ما عندوش غير حركة واحدة للأمام فقط. طيب، في بيدق أسود واقف على الجنب منه، فممكن يتحرك ويجي مكان البيدق ده هوت ويقف مكانه ويطلع البيدق الأسود ده هوت بره. طيب، البيدق الأبيض ده واقف في الموقف الابتدائي، لو عاوز يتحرك سواء مربع أو مربعين ما يقدرش عشان في بيدق أسود واقف مكانه. ورغم إن لو اتحرك مربعين هيقف في مربع فاضي، إلا إن في بيدق واقف قصاده وهو ما يقدرش يقفز فوق البيدق، ومفيش أي بيادق واقفة على الجنب منه أو أي قطعة واقفة على الجنب منه، فإذا البيدق ده ملوش أي حركة. طيب، نيجي للأسود. الأسود البيدق الأسود ده هو مفيش حاجة واقفة قصاده، فممكن يتحرك مربع واحد للأمام لو هو عاوز ويجي يقف هنا، إنما على الجنب واقف بيدق أسود تاني فما يقدرش ياخده عشان مفيش حاجة تاخد نفس اللون بتاعها، والناحية دي مفيش حاجة واقفة في المربع ده فما يقدرش يتحرك له برضه. إذا هو ما عندوش غير حركة واحدة وهي إنه يتحرك حركة واحدة للأمام. طيب، نيجي لبيدق الأسود ده. بيدق الأسود ده واقف بيدق أبيض قصاده فما يقدرش يتحرك للأمام، إنما واقف بيدق أبيض تاني على الجنب، فممكن يجي ويتحرك كده وياخد البيدق الأبيض ويطلع الخارج وهو يجي يقف مكانه. آخر حاجة في الدرس بتاعنا هو الموقف ده، وده تمرين أنت لازم تجاوب عليه. أولا، الموقف ده هو في 8 بيادق بيضة و8 بيادق سودة. البيادق البيضة بتتحرك من تحت لفوق، والبيادق السودة بتتحرك من فوق لتحت. عاوزك تقول لي في كم عدد من النقلات اللي ممكن تعملها البيادق البيضة، وكم عدد من النقلات ممكن تعملها البيادق السودة. وعلشان أسهلك شوية، هم 10 نقلات للبيادق البيضة و10 نقلات للبيادق السودة، وحسب لك الموقف ده تفكر فيه وتحطه على الرقعة اللي هي عندك، وتحاول ان انت تعرف ايه 10 نقلات بتوع الاسود وايه 10 نقلات بتوع الابيض. وكده نبقى احنا خلصنا الدرس الاول، وانت دلوقتي تقدر تلعب بالبيادق، وباقي بس في الدرس الاول بعض الاسئلة والتمرينات.
الأسئلة: السؤال الأول، أي قطع توضع على الأركان في الوضع الابتدائي؟ بعد كل سؤال هتسمع موسيقى، توقف الفيديو وتجاوب على السؤال، ولما تجاوب شغل الفيديو تاني هتلاقي الإجابة. الأركان اللي هي دي ودي ودي ودي، وطبعا بنحط الأرخاخ على الأركان زي ما قدامنا بالمنظر ده، الرخ الأبيض في الركن ده والرخ الأبيض التاني في الركن اللي قصاده، وهناك بنحط الأسود، الرخ الأسود في الركن ده والرخ الأسود في الركن اللي قصاده. السؤال التاني، أين توضع الأحصنة في الوضع الابتدائي؟ الأحصنة بتوضع بجوار الأرخاخ على المربع الملاصق لها، يعني على المربعات الأربعة دولت بالشكل اللي قصادنا ده، الحصان الأبيض جنب الرخ الأبيض والحصان الأبيض في المربع اللي جنب الرخ الأبيض التاني، وهكذا الحصان الأسود جنب الرخ ده والحصان الأسود التاني في المربع اللي جنب الرخ ده. السؤال الثالث، أين توضع الأفيال في الوضع الابتدائي؟ الأفيال بتوضع جنب الأحصنة، يعني في المربع ده والمربع ده والمربع ده والمربع ده بالشكل اللي قصادنا ده، أدي الفيل جنب الحصان وأدي الفيل التاني جنب الحصان، وهكذا الأسود. السؤال الرابع، كيف توضع البادئ والقطع في الوضع الابتدائي؟ الرقعة طبعا بتبقى فاضية كده، وأول حاجة هنحطها هو الملكين، الملك الأبيض في وسط الرقعة في مربع عكس لونه، والملك الأسود في نص الرقعة الناحية التانية في مربع أبيض اللي هو عكس لونه، وهيبقى المنظر كده بتاع الملكين. جنب الملكين على طول هنحط الوزيرين، هتلاقي كل وزير الأبيض جاي في مربع أبيض يعني من نفس لونه، والوزير الأسود جاي في مربع أسود يعني من نفس لونه، وهيبقى المنظر كده، الوزير الأبيض في مربع أبيض والوزير الأسود في مربع أسود. وبعدين هنحط الرخين في الأركان وهيبقى المنظر كده، وبعدين هنحط الحصانين، كل حصان جنب رخ من نفس لونه، وهنا برضو الأسود هنحط الحصانين جنب الرخين وهيبقى المنظر كده، كل حصان جنب رخ والرخ في الركن، وهنا برضو الحصان جنب الرخ والرخ في الركن، وهكذا الحصان الأسود. وبعدين فاضل إيه؟ فاضل الفيلين، هنحطهم جنب الحصان والرخ والحصان والرخ من الناحيتين، وهيبقى المنظر كده بتاع الفيلين. يبقى كده احنا حطينا كل القطع في مكانها، فاضل ايه؟ فاضل البيادق. البيادق هتتحط 8 بيادق في الصف اللي قصاد القطع، والناحية التانية 8 بيادق في الصف اللي قصاد القطع، وهيبقى المنظر كده، 8 بيادق ابيض قصاد القطع البيضة و 8 بيادق اسود قصاد القطع السوداء. ولازم ما ننساش حاجة مهمة، وهو ان المربع الابيض ده لازم يكون على ايدنا اليمين، وده بنسميه الوضع الابتدائي. السؤال الخامس، ما هي اقل عدد من النقلات لوصول بيضة من الوضع الابتدائي الى نهاية الرقعة؟ عندنا البيضة الأبيض في الوضع الابتدائي، وإحنا عارفين
إن البيضة في الوضع الابتدائي ممكن يتحرك مربعين أو ممكن يتحرك مربع واحد، إنما طبعا عشان يسرع أكتر ويوصل لآخر الرقعة يبقى هنخليه يتحرك مربعين للأمام في أول نقلة، وبعد كده البيدق بيتحرك مربع واحد للأمام على طول. هو بس عنده ميزة لما بيكون في وضعه الابتدائي إن هو يتحرك مربعين للأمام، فعمل أدي نقلة وصل بيها هنا، النقلة اللي وراها هيوصل هنا يبقى نقلتين، وبعدين يجي هنا هو تلاتة، هنا أربعة، ولحد آخر الرقعة يبقى خمسة. يبقى البيدق بيتحرك في 5 نقلات ممكن يوصل من وضع الابتدائي لحد نهاية الرقعة. السؤال السادس: كم عدد الحركات المختلفة التي تستطيع أداءها البادئ من الوضع الابتدائي؟ الموقف اللي قصادنا في بدائين أبيض وفي بدائين أسود وكلهم في وضعهم الابتدائي. البدأ هو في وضع الابتدائي عنده ميزة إن هو ممكن يتحرك مربعين للأمام أو ممكن يتحرك مربع واحد بس للأمام، إنما بعد كده بيتحرك مربع للأمام على طول لحد آخر الدور. أنا اخترت إن البدأ الأبيض ده يتحرك مربع واحد للأمام يعني بالشكل ده، البدأ الأسود ده ممكن يتحرك مربع برضو أو مربعين، أنا اخترت إن هو يتحرك مربعين للأمام يعني بالشكل ده، البدأ برضو ده هو ممكن يتحرك مربع للأمام أو مربعين للأمام، أنا اخترت إن هو يتحرك مربعين للأمام يعني بالشكل ده، البدأ الأسود ده في وضعه الابتدائي ممكن يتحرك مربع للأمام أو مربعين للأمام، أنا اخترت إن أحركه مربع واحد بس للأمام يعني بالشكل ده، إنما بعد كده كل بيدق من الأربعة هيتحرك مربع واحد بس للأمام لحد نهاية الدور. السؤال السابع: من صاحب النقلة الأولى في دور الشطرنج؟ طبعا صاحب النقلة الأولى في الشطرنج هو اللون الأبيض. وكده انت دلوقتي اتعلمت ازاي تلعب بالبيادق وازاي تاخد بالبيادق، فهيبقى فيه تمرين تلعبه مع صديقك. تعال نشوف ايه هو التمرين ده. هنعمل مباراة بالبيادق، انت وزميلك هتعملوا قرعة، هتمسك بدقين، واحد ابيض وواحد اسود، وهتحطهم ورا ظهرك وهتطلعهم وانت قافل ايدك قصادك، وزميلك هيختار الايد اللي فيها البيدق اللي هو عاوزه. لو اخد الاسود يبقى هو هيلعب بالاسود وانت بالابيض، ولو اخد الابيض يبقى هو هيلعب بالابيض وانت بالاسود. هترصوا البيادق زي ما انتوا شايفين كده هوت، وطبعا الابيض هو اللي بيلعب الاول. امتى تفوز وامتى تتعادل؟ لو اخدت كل البيادق خصمك او سلم خصمك انت تفوز، او اذا وصلت باحد بيادقك لصفك الاخير، او اذا كانت النقلة على خصمك ولكن جميع بيادقه معاقة متقدرش تلعب، بينما تستطيع انت على الاقل اداء نقلة واحدة، وتتعادل اذا اتفقت مع خصمك على التعادل، او اذا كان بيادقك وبيادق خصمك معاقة ولا تستطيعان تنفيذ اي نقلة. يلا نلعب ونشوف.